معنا مشاهدينا من الرياض أحمد الركبان الأكاديمي والمحلل السياسي. سيد أحمد، مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، كيف تقرؤون حجم هذه الضربة وأثرها الحقيقية على المستوى العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ روناك ولمشاهدي قناة الآن. طبعا الضربة العسكرية الحقيقة في نظر الشارع العربي لم توجع بشار الأسد، على اعتبار أنه استخدم هذا الكيماوي أكثر من مرة، زيادة على ذلك أنه لا يمكن أن يستخدم هذه التصرفات الرعناء ضد شعبه إلا بموافقة مع الأسف الشديد من روسيا ومن إيران راعية الإرهاب. أعتقد أن الضربة أدت عنصر واحد فقط، وإهانة الرئيس وإهانة روسيا، لكن الشارع العربي والشارع الخليجي تحديدا يتمنى أن تكون الضربة موجعة على القادة العسكريين وعلى الرئيس نفسه. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما حجم الاستخدامات الكيماوي على شعب أعزل مثل سوريا وغيره. لابد الحقيقة أن تكون لها هيبة ولها شخصية الأمم المتحدة، وخاصة القوة العظمى مثل بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أيضا المملكة العربية السعودية اعتبارها تمثل الشخصية العربية والإسلامية. أعتقد أن نتأمل أن تكون هناك ضربات، يعني مزيد من الضربات، لكن مع الأسف أن البيت الأبيض ألمح إلى أنه ضربة كافية، ولكن لسه ما بعد طلعت نتائجها على ارض الواقع نرى اثر طيب هذه الضربه عليه. السيد احمد، لكن من جهه اخرى ايضا بحسب جيمس ماتيس قال انه هذه موجه اولى من الضربات، وزير الدفاع الامريكي، ومن الممكن ان نشهد ضربات اخرى على مواقع الاسد. هل تقرؤون امكانيه لحدوث ذلك واهانه اكثر للاسد وروسيا كما ذكرت حضرتك؟ صحيح. اولا طبعا وزير الخارجيه الحالي الامريكي وكذلك ايضا ترامب شخصيتهم معروفه منذ 40 او 50 سنه في التعاطي مع مثل هذه الامور، ولذلك نتوقع نحن من ترامب مزيد من الضربات حتى وان صرح البعض بكفايه هذه الضربه. الرئيس الاسد لا يتوانى في تحقيق اهداف ايران واهداف روسيا ضد الشعب السوري وخاصه من الشعب السنه. اعتقد انه انا متوقع تماما ان هناك ضربات موجعه اكثر ايضا لايران تحديدا من قبل اسرائيل، واعتقد ان هناك ضربه موجهه لايران قريبا في الايام القادمه، على اعتبار ان ضربه سوريا فتحت يعني فتحت الباب امام اسرائيل ان تضرب المفاعل النووي او على الاقل المصانع المفاعل النووي في ايران. ايران يجب الحقيقه ان تعطى ضربه عسكريه لها تاثيرها، لها قوتها، لها ارادتها. إيران عبثت في المنطقة، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي فرنسا وألمانيا. كل الأحداث الأخيرة التي حدثت الآن من الإرهاب كان الداعم الرئيسي لها هي إيران، مادية ومعنوية وتدريبية ونفسية. أعتقد أن أمريكا بدأت تخطط لضرب إيران فيما إذا وفقت في الحد من بشار الأسد في العبث أمام الشعب بإذن الله. اليوم سيد أحمد، ما المتوقع من حلفاء الأسد ومن الأسد نفسه بعد هذه الضربة؟ طبعا أهين بشار الأسد أكثر من مرة، وخاصة من إسرائيل حتى على وقت والده، دائما يتلقون إهانات موجعة أمام شعبه، ويعرفون شعبه أن شخصية حافظ الأسد وبشار الأسد أصبحت مذلة أمام إسرائيل. اليوم الحقيقة طبعا بشار الأسد لن يعمل أي شيء، بالعكس هو مكتوف الأيدي والآن يختبئ في أماكن آمنة، وهذا الدليل على ضعف شخصيته وضعف جيشه، ولذلك يعني يتوقعون أيضا أن يخرج بكلمة أو يخرج بهترات كعادته بصوت واحتقان مرتفع، وسيوازيه هذا الاحتقان أيضا حزب نصر الله الذي أيضا سيتحدث أكثر وأكثر من أجل التخفيف على حدة بشار الأسد وردة الفعل التي واجهها من قبل هذه الضربة الأمريكية الموجعة. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. حدثنا من الرياض أحمد الركبان الأكاديمي والمحلل السياسي.